تبدأ منتصف ليل الجمعة في تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، وكانت حملات المرشحين للمرحلة الثانية استمرت على مدى شهر تقريبا، شهدت خلالها الساحة السياسية تجاذبا بين المرشحين المتنافسين للحصول على ثقة الناخب التونسي. بداية الصمت الانتخابي تؤذن ببدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية التونسية، والذي سيصبح ساريا منذ الساعة الأولى من صباح الغد لكلا المرشحين. الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي، اللذين تمكنا من العبور إلى الجولة الحاسمة المزمع إجراؤها في 21 من الجاري أي الأحد المقبل. وما بين الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والمقبلة كان هناك احتدام في التنافس، ما طبع المرحلة بالحدة في اللهجات والمواقف بين الحملتين اللتين تستميتان في استقطاب أكبر عدد ممكن من الأصوات واستمالة أكثر من 5 ملايين ناخب. الباجي قائد السبسي تحرك في اتجاه الأحزاب حديثة التكوين على غرار التيار الوطني الحر والوفاق، وكذلك فعل المرزوقي بتحركه نحو أحزاب أخرى تأسست بعد الثورة. أما الجدل فيدور حول قاعدة أكبر، وهي قاعدة حزب حركة النهضة التي تشكل خزان ناخبين، وإن لم يكن هناك مرشح للحزب بعد أن امتنع عن دعم أي من المرشحين، وشدد على ذلك عبر بيانات متتالية طالب فيها قواعده بانتخاب من يرونه صالحا لخير البلاد والعباد. يمنى جلاسي، العربية.